بمباراه متاخره عجز فريق دفاع تجلانت على الفوز بميدانه امام فريق اتحاد بالعباس، واكتفى بتعادل سلبي كانت لديه تداعيات مباشره على الفريق، حيث اعلن المدرب كمال بوهلال الرحيل من العارضه الفنيه بسبب تواضع اداء لاعبيه، لتتعقد بذلك امور الدفاع الذي يعيش بدايه موسم صعبه جدا، في حين تنفس قليلا الزوار في انتظار لمسة المدرب الجديد يوسف بوزيدي الطامح لإعادة البلعباسيين إلى الواجهة. في المحترف الثاني